اسمعني شوي، بدك تحاول تفهم موقفه منيح. مو سهل يعرف انك خبيت عليه هاي القصة، يعني انتو الاثنين غلطانين بهي القصة وكتير. شو الحق عليها لأنها كانت متزوجة ومطلقة من قبل؟ يعني معقول نحاسبها لأنه زوجها الأول ضحك عليها وراح؟ بعد المشكلة اللي صارت المرة الماضية كان لازم نعرف إنه هيك رح يصير، بس ما كنا نفهم. حذرتكن كتير من هالشي وإنه بابا ما رح يوافق هالشي، بس ما رديتوا علي. الحق مو عياش لحاله، الحق علينا كلنا. نحن كلنا غلطنا وخلنا ثقة بابا. بس ما كان عنا خيار تاني. بعرف وما قلت شي تاني. نحن كلنا غلطانين هون صح؟ ليش لنحط الحق عياش؟ بابا عم يلوم ياش بس. ايه اسكتي. بكفي، حاشت كتري حكي بلا طعمة. ها شو؟ شبك شو عم تحكي؟ هي زعلانة على اللي صار. هاي برايك زعلانة بسبب يلي صار؟ لك انت شو عم تخبص؟ حتى لما بابا كان معصب كان عم يقلك اسكتي ولا تحكي، معناتها لازم تضلي ساكتة. مين يلي طلب منك تتدخلي بيناتهم؟ كان عم يبهدل ياش على اللي صار، لهيك انا تدخلت. ومين طلب منك هالشي؟ هو يضلي يقلك كل الوقت اسكتي ولا تحكي اي كلمة وانتي ما بتفهمي. عمو هو ليش عصب ونزعج لهالدرجة؟ لانه كلنا منعرف الحقيقة، هذا الشي اللي جننه وخلاه يتضايق لهالدرجة، حس حاله غريب بيننا. انتي مين يلي طلب منك تحكي وتتدخلي؟ اللي ساعة عم قلك شو ما عم تفهم؟ ما تحملت كيف عم يبهدل ياش قدامنا، لهيك تدخلت وحكيت. كنت تركي ياش يتعامل مع المشكلة لحاله، كان بيقدر يقنعه فكرة زواجه منيها ببساطة. وإن الشيء صح كان لازم تضلي على جنب. عمو ليش كل هذا الحكي وهالتعصيب؟ لو سمحت اهدى شوي. يعني كان لازم نعمل حالنا ما بنعرف ونخبي عليه أكتر، وبالمستقبل لما يعرف بينصدم صدمة كبيرة وما بيقدر يتحملها. كنا تعاملنا مع هالشغلة لما تصير. بس كل شيء قلتي حضرتك عن الحقيقة والصدق كان مثل يلي عم يحط زيت على النار ويشعلها أكتر. شو ما بتفكري انتي؟ شبك ليش مصر تبهدلني؟ عمل لك كل شيء عملته لدافع عن ياش قدام بابا. وانتي مين قالك انه بحاجة هيك شيء اصلا؟ كلنا بنعرف قديش بيحبوا ياش. يا جماعة لو سمحتوا اهدوا شوي كمان، طولوا بالكم لا تعلوا صوتكم. شو رأيك تضل ساكت؟ كل شيء عملته مشان ياش وهو يلي ما عم يفهم. انتي ليش عم تعيطي عليه؟ قلتي مشان ياش ولا تساعدي ياش؟ ما انا كنت مفكره بوجودي رح اقرب هالعيله من بعض، بس شايفه اني عم بعدهم عن بعض. قلتي مره مانك طبيعيه، كنتي عم تخططي لهالشي متاكد ولا فكرتينا ما بنفهم؟ فيشوان شو هاد اللي عم تقوله انت؟ اوعك. ها بكفي، بابا بسببها اليوم انزعج وعصب وياش صار وضعه اصعب، ولا انت مو فهمان اللي صار قدامك؟ ولا كلمه. ايه خليكي ساكته، انا راح اعرف شو عم تعملوا. طول بالك شبك، لا شوي كيف بدك؟ انا راح اعصب. انا بس لو سمحت طول بالك، طول بالك ايش عصبك؟ كفي لو سمحتوا بقى. يلي صار مشكلة كبيرة، أكيد جدي فكر بكتير شغلات لما عرف، لهيك عصب وانفعل لهالدرجة. ما حدا كان متوقع يصير هيك، بس جدي هو يلي علمني إنه ما في شي بيضل مخبى، وأنا كنت أتذكر هالشي بكل شي بساوي. من الأساس ما كان بدي خبي، بس لأنه بلشنا مرة صرنا مضطرين نضل نخترع قصص لنغطي على القصة الأساسية تبعنا، لدرجة ما عاد في كلمة صح بحكينا. حكيك مزبوط، أنت ما خبيت عن قصة دياش، الظروف هي جبرتك على الشي. هالموضوع ما أنه مبرر عمتو. لازم أحكي مع جدي فوراً. يلي عملته ما كانت شغلة صغيرة وبتمرق. أنا خنت ثقته لجدي فيني. بلشنا قصة حلوة كتير بطريقة غلط مع الأسف. نيها، باري وجدي وأنا كلنا نأذينا وزعلنا بسبب الشي يلي عملتوه فينا.
ما بقدر ضل واقف. فهماني عليك شو عم تقول بشو حاسس، بس خلي بابا يهدى شوي بالأول وبعدين أنا بحكي معه. إيه؟ أنتي وليش لا تحكي معه؟ إذا رحتي لعنده رح تستفزيه بزيادة. لكن مين رح يحكي معه؟ لك هو حتى ما بيطيق يشوفك. لا أنتي زودتي عمي. لو سمحت بقى. لو سمحت بقى خلاص، ما في داعي يروح حدا يحكي مع جدي، أنا اللي رح حاكيه وبس. ياش لا تروح لعنده، أنا رح روح. أنا رح أحكي مع جدي. ياش أنت طول الوقت كان بدك نقله الحقيقة، بهداك اليوم اضطريت خبي لهيك ما تركتني وانجبرت تدعمني، يعني أنا السبب بكل شي صار. لا أنيها ياش، لو سمحت لا تروح. إذا حكيت معه يمكن تصير المشكلة أكبر، وإذا جده عصب أكتر ممكن يتعب. لا أنا رح روح وحاكي. بترجاك ياش. جاناكي، منيح انك معايشة وحاضرة على اللي صار اليوم. منيح انك ما كنتي. تخيلي اليوم اكتر حدا بالعيلة كنت حبه واثق فيه اكتشفت انه خبى عليه. يلي فيه ارى العالم كلهم من نظرة ويعرف حقيقته انجاقان شو داري. انضحك عليه وفوق حفيدي اللي عمل فيني هيك. كنت اوثق بياش بكل شو على عمياني.